مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم. اليوم حلقة خاصة استثنائية عن قرار المحكمة التي تنحت عن قضيتي سيدة الكرم وأحداث قرية دلجة. نخصص حلقة اليوم عن تنحي المحكمة عن قضية سيدة الكرم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا، قررت برئاسة المستشار محمد فوزي وعضوية المستشارين تامر كمال نجيب ومحمد صلاح توفيق، قررت التنحي عن نظر قضيتي أحداث قرية الكرم بمركز أبو قرقاص لاستشعار الحرج وإحالتها إلى مأمورية استئناف بني سويف مرة أخرى لتحديد دائرة جديدة لنظر القضيتين للتذكرة بما حدث في قرية الكرم. نشاهد معا هذا الفيديو. هديلها ثلاث ساعات النار قايدة في بيوت المسيحيين في الكرم ومحدش متحرك، والحكومة جت واقفة بعيد ومش راضية تقرب عند النار، وفي أنابيب موجودة وفي حاجات. افتح علي مية، افتح علي مية. ما فيش حكومة خالص مقربة عندها، الحكومة برا واقفة بتتفرج من بعيد. إيه؟ دي بيوت المسيحيين، الحكومة ما تجيش. المطاف واقفة برا البلد ديرها ساعتين ومش عايزة تخش. لو بيوت مسلمين دي هتقعد كده، ادي بيت وادي بيت، وفي بيوت تاني من غرب البلد. كل اللي متولع بتاع مسيحيين. وادي بيوت تاني هناك بعيدة اهي، بس المشكلة للأسف مفيش نور. أنا مشغل كده على الفاضي على عتمة عشان خاطر الصوت بتاعهم بس يبان. خمس ست بيوت مسيحيين في الكرم مولعين، قبلة وغرب. عند السعادة اشغل الكاميرا كده ساعة النار دي مفيش حكومة برضه هتتحرك. ده جزء مما حدث في ذلك اليوم في الاعتداءات التي امتنعت الدولة فيها، ممثلة في الشرطة والمطافي، امتنعت عن الدخول إلى القرية لإطفاء حرائق منازل الأقباط فيها، عن قرار المحكمة بالتنحي عن هذه القضية. معنا في هذا الشأن الدكتور إيهاب رمزي، محامي السيدة سعاد ثابت المشهورة بسيدة الكرم. مساء الخير يا دكتور. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ هاني، ازي صحتك؟ نشكر ربنا. يعني عن اسباب هذا التنحي المفاجئ، وكانت يعني المحكمه تقريبا انتهت من النظر في هذه القضيه. هو الحقيقه المحكمه لم تفصح عن سبب التنحي. ايوه. والقانون اعطاها الحق انها لا تفصح يعني. فاحنا طبعا يعني الموضوع في علامات استفهام، احنا مش عارفين سبب التنحي ايه.
لانه احنا كنا وصلنا لمراحل وكانت القضيه المفروض تبقى جاهزه للفصل، وقد والمدير ذات الدائره نظرت القضيه اكثر من مره، ولو كان هناك سبب يعني سابق فان المفروض انه كانت اتخذت هذا القرار بدري منذ بدايه النظر في القضيه. بدايه النظر في القضيه يعني هو اصل القانون يعني اعطى يعني اسباب التنحي كثيره في القانون يعني. أيوة. وكلها اذا كان هناك في صله او علاقه بين احد المتهمين او احد المجني عليهم وبين احد اعضاء الدائره ده بيبقى سبب للتنحي. يعني ده الحياه الوارده في القانون يعني. في علاقه مصاحبه، في علاقه موده، في علاقه محبه. كل هذه الامور بتبقى في القانون وارده كاسباب يعني للتنحي. ولكن أيوة. المحكمة لم تفصح عن سبب التنحي. لم تفصح، طيب ودلوقتي نتيجة هذا التنحي ستحال إلى استئناف بني سويف مرة أخرى، واللي بدورها لسه هتحدد دايرة جديدة. بالضبط، يعني هي بتحال لرئيس محكمة بني سويف عشان يأمر مرة أخرى بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. بس في محكمة جنايات المنيا برضه. بس هو قدام دائرة أخرى. أيوه، يعني وطبعا الدائرة الجديدة في نظر القضية هتبتدي من أول وجديد. هتبتدي بقى تشوف بقى طلبات الدفاع من أول وجديد، وتشوف تسمع موافقات وكل الأمور دي يعني. أيوه، وكل دوت وإحنا ما زلنا المحكمة بتنظر القضية غيابي، في غياب المتهمين. هو بينظر القضية في غياب المتهمين، وبيحضروا هم التوكيل عن المتهمين، مش كل التوكيل، بيحضروا عن 2 متهمين فقط من ال 25 متهم في قضية الحريق، وعن واحد ومتهم واحد عن في قضية هتك العرض الخاصة بالسيدة سعاد. وباقي المتهمين ما زالوا يعني غائبين هاربين من العداله يعني. ايوه، يعني احنا برضه حتى اتفضل طلبت من المحكمه انها طبعا ضبط واحضرهم. ايوه، لانه كان في ضبط واحضار قديم من المحكمه ولم ينفذ حتى الان، يعني المتهمين موجودين في القرى في القرية بتاعتهم وفي بيوتهم، وفي ضبط واحضار سابق منذ فترة ولم يتم تنفيذه من جانب الشرطة. يعني تخيل انه بعدنا دلوقتي اكتر من سنتين دلوقتي، وفي ضبط واحضار صادر ليهم ولم يتم تنفيذه. دلوقتي يعني بما معناه انه حتى اثناء نظر هذه القضية سواء في جنايات المنيا أو بعد ما تروح استئناف بني سويف اللي هيحدد لها دايرة جديدة لنظر القضية، كل ده هيكون الحكم في النهاية غيابي، وبعدها تعاد النظر في القضية بعد ما يتم القبض عليهم أو حد فيهم يسلم نفسه، ويبتدوا إجراءات جديدة للنظر في القضية حضورا. مظبوط؟ بالظبط، ولسه كمان في طعن بالنقد. يعني احنا بنتكلم كده على تقريبا، يعني لنفترض ان هم هياخدوا في بني سويف قد ما خدوا في جنايات المنيا، يعني 2.5 سنين، وبعدها ده كده غيابي، وبعدها لا، مش كده، سنه سنتين مش حضوري كده قوي. اتفضل. يعني هو محكمه جنايات بني سويف المفروض هتحدد جلسه، لو عاوزه تحددها سريعا هتنزل الشهر الجاي، لو هتنزل في اجراءاتها الطبيعيه يبقى هتنزل الشهر اللي بعديه في شهر 5. ايوه، وهتبتدي اجراءات المحاكمه، هتبتدي اجراءات المحاكمه من قبل واحد متهم او 2 اللي هم بيحضروا عنهم يعني، وبعد كده هو المحكمه تصدر احكامها، ولو في احكام ادانه للغائبين هتبتدي يعملوا عدة اجراءات، حاجه اسمها اعاده الاجراءات يطلع الحكم، وبعدين يعاد المحاكمه تاني من جديد، يحضر جلسه تاني ويعاد المحاكمه تاني من جديد للباقين. وابتدي كمان في مرحلة الطعن بالنقد، لو في حالة الإدانة مرحلة الطعن بالنقد يتم برضو نظر الطعن بالنقد ده دار محكمة النقد في دار القضاء العالي في القاهرة. أيوة. ودي بتاخد برضو وقت، أيوة. بتاخد وقت كبير.
لكن احنا الفكره كلها ان احنا انه المفروض يتم تحديد جلسه سريعه، وبعدين يتم الامر ضبط احضار المتهمين عشان ننجز في العداله، انجاز في اجراءات المحاكمه، وبعدين ايضا يتم تحقيق قرارات الدفاع اذا كان في قرارات جوهريه، يعني يتم تحقيق قرارات جوهريه على وجه من السرعه، مش بقى ناجل بقى كل مره بالثلاث شهور الاربع شهور في التاجيل الواحده. فاحنا بنشوف محاكم نفس المحكمه نفسها اللي بتنظر قدامها القضيه دي ما بتاجلش وما بتقدرش تاجل، مظبوط، الا يعني لطلب جوهري جوهري جدا، واقربها اقربها النظر في قضيه نجل سيده الكرم اللي حكم مرتين وفي النهايه حكموا عليه بسنه ودخل قضى المده وخرج وطلع. ايوه احنا قعدنا لغايه النهارده يا استاذ هاني 3 سنوات في قضيه القرن، مظبوط، وحتى الان لم يوصل فيها، واحنا لسه في اول درجه، مظبوط. طيب يعني احنا لسه في مرحله اولى. ليه تحول الى دايره او الى ماموريه استئناف بني سويف؟ ليه بني سويف؟ بني سويف هي اللي بترقص 3 محافظات. أيوة. ماموريه استئناف بني سويف دي ماموريه ل3 محافظات، المنيا وبني سويف نفسها والفيوم. فهو وفق لنظام العمل بالمحاكم انه رئاسه الثلاث محافظات دي في بني سويف، فبتحال هناك لبني سويف رئيس استئناف بني سويف، مستشار رئيس استئناف بني سويف هو اللي بيحدد الجلسه. ايوه فبتحال اليه يعني في بني سويف. تمام تمام. طيب نظام عمل يعني. احنا كنا شفنا قبل كده في قضيه قديمه، اعتقد احد الاقباط كان اسمه بيشوي كامل، كان اتهم بتهمة ازدراء اديان علشان صفحة على الفيسبوك، وبعد ما حكموه لمدة 3 سنوات وهو مسجون اخد براءة في النهاية، لكن كان تم نقل نظر محاكمته من محافظة من محافظات الصعيد الى القاهرة، لانه كان بيحصل مظاهرات من السلفيين والاخوان في محافظة من محافظات الصعيد، لكن لما نقلت النظر القضية إلى القاهرة حكم عليه أو حكم له بالبراءة في جلسة أو في جلستين، مظبوط؟ بص، هو في قضايا كتيرة جدا بتبقى سريعة جدا. أيوة. في النظر فيها، وفي قضايا أنا مالهاش سبب في التأخير يعني. طيب يعني إيه الفرص أو إيه إمكانية نقل النظر في هذه القضية للقاهرة مثلا، زي ما شفنا في محاكمات وقضايا اخرى؟ لا، الموضوع مش مستاهل يعني. هي الفكره مش هنأخر النظر تاني، بس هي احنا بس محتاجين انه القضيه تنظر فيها على وجه من السرعه في المنيا، مش هتفرق معانا القاهره او المنيا، حكايه نقل القضيه كنوع من انواع دعاية امنيه مثلا او كده هو. أي. لكن ما اعتقدش في الوقت الراهن ان في دعاية امنيه لكده، يعني الدنيا مستقره يعني. اي فمش محتاجين نقلها، بس احنا محتاجين انجازها. تمام تمام تمام. متشكر جدا لحضرتك الدكتور ايهاب رمزي، محامي السيده سعاد ثابت الشهيره بسيده الكرم. طبعا يعني بعد هذه التطورات اللي شفناها كان القرار صادم، البعض اعتقد انها جلسه للنطق بالحكم، والبعض الاخر اعتقد انها ستكون جلسه للنظر في بعض من الأدلة الجديدة اللي الدفاع بيقدمها، واللي على يعني أساسها بيتم التأجيل لمرات كثيرة. معنا أيضا في هذا الشأن الأستاذة إلهام عيدروس، الأمين العام لجمعية مصريون في وطن واحد. مساء الخير يا فندم. مساء النور عليكم، أهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. اللي عرفناه ان حضرتك كنت حاضره في جلسه الامس، مظبوط؟ مظبوط، كنت موجوده للتضامن مع سيده الكرم. ايوه، بتحكي لنا عن ما شاهدتيه داخل الجلسه خصوصا من هيئه الدفاع. والله الجلسه كان فيها، كانت الاول كانت ماشيه عادي، طبعا السيده سعاد ما دخلتش جوه القاعة، أنا ما كنتش متوقعة بصراحة تيجي المحكمة، لأن الوضع ممكن ما يبقاش مريح ليها. أيوة. أو ما يبقاش يعني آمن بالنسبة لها، هي ما دخلتش جوه القاعة،
وكان في هيئة دفاع موجودة عن المتهمين. طبعا هم كدفاع بيقوموا بدورهم انهم عايزين يبرئوا المتهمين، لكن كان في اداءات واضح، طلبات كتيره مكرره، حاجات واضح ان هي هدفها المط والتطبيق القضيه اكتر من كده. كان في نوع برضو من التوتر والمضايقات والمقاطعات ل يعني ممثل السيده سعاد الدكتور ايهاب اثناء الجلسه نفسها، وللاسف القاضي ما كانش بيواجه ده بحسم، يعني يوقف الناس عن المقاطعات وكده، واحنا في الطرقات كلام استفزازي في الاستراحه اللي هي بعد الجلسه قبل ما نعرف القرار، كلام استفزازي بيتقال من بعيد كده، يعني في جو مشحون ومش لطيف بالمره. دي حاجه. بس كمان الصادم اكتر ان مفيش يعني المحكمه ما بتاخدش دور ايجابي، واحنا كنا توقعنا ان يبقى في تاجيل لما اترفعت الجلسه وقلنا هنعرف القرار، توقعنا ان يبقى في تاجيل. فوجئنا بمساله التنحي دي. دي طبعا مساله غريبه جدا وصادمه، ما كانتش متوقعه بالمره، يعني انا من اللي شفته كنت متوقعه تاجيل من اجل التسويف، لكن ما كنتش متوقعه بصراحه مساله التنحي دي، لان نفس الدايره بتنظر لنفس القضيتين، قضيه السيده سعاد وقضيه جيرانها اللي اتهاجمت بيوتهم. ايوه بقى لها كذا سنه، ما حدش توقع بصراحه مساله التنحي دي خالص. ايوه ده صحيح، ده صحيح. طيب، واحنا كنا شفنا ان حضرتك يعني وقعتي على بيان تضامني مع سيدة الكرم وطالبته بتحقيق العدالة لها. ده حقيقي، احنا بدأنا يعني حملة تضامنية مع سيدة الكرم، واستجاب لها عدد كبير من الجمعيات، بالذات في جمعيات مدافعة عن حقوق النساء وبعض الأحزاب والشخصيات العامة المعنية بحقوق الإنسان، وكان في استجابة جيدة رغم إن احنا أطلقنا الحملة قبل الجلسة بأقل من يعني أقل من 48 ساعة. أيوة. كان في استجابة قوية من التضامن، وكان عندنا أمل إن القضية تنتهي بالعدل في شهر مارس، يعني حتى احنا دلوقتي 16 مارس يوم المرأة المصرية، فهو يمكن دي يعني بشرة كويسة إن الست دي جالها حقها، لكن طبعا الصدمة اللي حصلت مزيد من التأجيل والقضية هتتعاد من الأول. أيوة حضرتك قلتي أيضا إنه هذا التنحي قد يؤدي إلى مزيد من الممارسات العنيفة بحق الأقباط. طبعا، لأنه طول ما في إفلات من العقاب في جرائم العنف الطائفي والعنف الجنسي، يعني القضية دي تعتبر عنف ضد المرأة وتعتبر عنف طائفي في نفس الوقت. أيوة. طول ما في إفلات من العقاب يبقى احنا كده في تشجيع على المزيد من هذه الجرائم، خاصة إن قضية الست سعاد طبعا يعني ربنا ينصفها ان شاء الله، لكن قضيه الست سعاد ليها خصوصيه ان هي ست كبيره في السن، عندها من الجراه والشجاعه انها تحكي اللي حصل لها وتتكلم عنه. عاده هذه الحوادث لما بتحصل لسيدات مش بيقدروا ان هم يتكلموا عنها وكذا بطي الكتمان زي ما بيقولوا، وما بيبقاش في عقاب، فلما الست تجرؤ وتتسم بالشجاعه انها تحكي وانها تدافع عن حقها وبرضه ما تاخدش حقها، يبقى احنا كده بندي رساله لكل الستات في مصر ان انتم متبحات بشكل عام المراه المصريه، وخاصه لو كانت مسيحيه، ان انتم كده متبحات، وده تشجيع على هذه الجرائم اكتر واكتر، وبيدي يعني رساله شديده السلبيه للجناه ان انتم اعملوا ما بدلكم، لان مفيش حد هيتحاسب. خاصه يعني اثناء الجلسه كمان في ملحوظه، انا اثناء هيئه الدفاع وهي بتتكلم وبتخاطب بهيئه المحكمه كانت بتقول جمله غريبه جدا، كانت بتقول اصل القضيه دي يا فندم اللي هو خاطبه المحكمه، يعني القضيه دي اعتذر فيها رئيس الجمهوريه، وبالتالي فيها نوع من الضغط النفسي على الناس، وكان هيئه الدفاع بتلمح ان هناك ضغط سياسي من الرئاسه لاجل انصاف السيده سعاد. في الحقيقه هو العكس تماما هو اللي حاصل، هو لو في ضغط سياسي القضيه تقعد 3 سنين صحيح وتتاجل كمان، فده كان شيء غريب، ملحوظه كانت غريبه، وكان هيئه الدفاع بتلوح ان القضيه فيها شبهه محاباه لسيده الكرم.
والله اللي احنا شايفينه ده مش محاربة خالص، ده العكس تماما. بالظبط. يعني عموما احنا اكيد سيكون لنا لقاءات عديدة في حلقات قادمة لمتابعة هذه القضية وقضايا أخرى للأقباط في مصر. متشكر جدا لوجود حضرتك معنا اليوم، الأستاذة إلهام عيدروس، الأمين العام لجمعية مصريون في وطن واحد. كنا تحدثت مع سيدة الكرم منذ ساعات قليلة، وفضلنا في النهاية إن هي ما تطلعش وتعلق على هذا القرار، لأن ده ممكن يخلي بعض المحامين اللي بيتربصوا بالأقباط شعب وقيادات، زي ما شفنا اللي حصل مع الأنبا أغاثون، وزي ما شفنا اللي حصل في مواقف أخرى كثيرة. وده بيدي فرصة للعديد من المحامين الراغبين في الشهرة إن هم يرفعوا قضايا على أقباط، بيعلقوا على أحكام القضاء أو قرارات القضاء. ولذلك فضلنا إن سيدة الكرم يعني تمتنع عن الحديث في ذلك في هذا الوقت. ويعني هي كل اللي يهمنا زي ما بلغتها منذ ساعات قليلة، يهمنا إن هي تفضل قوية بصحة جيدة وما تخليش أي شيء يزعلها. وهي قالت إنها حقها ربنا هو اللي هيجيبه لها، لا تنتظر أي حق لها من أي مخلوق. لكن في فيديوهات سابقة كانت سيدة الكرم طلعت وعبرت عما يدور بداخلها بسبب ذلك الاعتداء. نشاهد معا هذا الفيديو. صعبان عليا بهدلتي، أنا كنت أفضل الموت، كنت أفضل يذبحوني، ولا كنتش افضل بهدلوني في الشارع وبهدلوا الاطفال الصغيره. صعبان عليا ثلاثه لحد الوقت مش عمالين يناموا من الخرعه. انا مش عايزه اخد حق بدريع، انا عايزه اخد حق بالقانون، يدوني حق زي ما هم بهدلوا وعمل العمل اللي عملها كل هدي دهياتي، لازم ياخدوا العقاب بتاعهم، لان دي جريمه ارتكبوها من غير دليل، من غير حاجة ما تثبت علينا. أنا الوقت راح أدق فيك من غير ما أنت تكون عامل حاجة، من شرع مين ومين يرضى بكده؟ بس الرد المخلوق مش هيرضى ربنا، لأن هم عملوا حاجات كتيرة قوي، وبعد ما كملوش حاجة في السجن وطلعوهم دانين استرمحوا في البلد. الوقت من ساعة ما سمعوا على القضية إن هي باظت دايرين ينعروا في البلد ويقول احنا خدنا حقنا، احنا كسبنا القضية. ايه عملوا ايه هما؟ خلي السيسي ده اللي وقف معهم ينفعهم. ايه يعني السيسي عمل له مطر بيت لكن ما نفعهمش؟ احنا اللي خدنا واحنا اللي كسبنا القضية. يعني خدوا هما، يبقى هما حرامية وخدوا حقهم، وانا اللي اتبهدلنا اتطمس علينا، مفيش حقوق خلاص. فين حق الظلم والبهدلة؟ فين؟ قولولي فين الحقوق؟ مفيش حقوق. يعني كده احنا حسينا بالظلم، كده اتجهرنا من ساعة ما سمعنا ان القضية اتحفظت. يعني للأسف انه ده الوضع الحالي. و شفنا حملات توقيعات تضامنت مع سيدة الكرم في هذا الشأن من شخصيات عامة وصحفيين، ويعني بسبب أو قبل هذا القرار من لجنة المحكمة أو من القضاة في المحكمة. جدير بالذكر أو مهم إن احنا نذكر أساميهم تاني، القضاة دائرة السادسة لمحكمة جنايات ألمينيا، المستشار برئاسة المستشار محمد فوزي، وعضوية المستشارين تامر كمال نجيب ومحمد صلاح توفيق، دول اللي قرروا التنحي عن هذه القضية. طبعا هناك الكثير من ردود الأفعال داخل مصر وخارجها في هذا الشأن،
البعض بينادي بتدويل القضية ورفعها إلى جهات دولية وعرض كل ما تم حتى الآن. يعني لما يبقى القضاء اللي قالوا عليه القضاء الشامخ يطلع وياخد مثل هذا القرار ويبقى جزء من المتلاعبين بقضايا إنصاف الأقباط. وارد إن واحد من الشعب أو مجموعة من الشعب تقوم بعمل إرهابي أو عمل جماعي أو اعتداء ضد أقباط، لكن نتوقع من أجهزة الدولة إن هم يقولوا الحقيقة ويحاولوا ينصفوا الضحايا المعتدى عليهم. في هذه الحالة كانوا أقباط قرية الكرم وعلى رأسهم سيدة الكرم السيدة سعاد ثابت. معنا في هذا الشأن الأستاذة مريان سيدهم المحامية وعضو مصريون ضد التمييز الديني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بحضرتك. يعني الآن أحب أسمع رأي حضرتك عن قرار المحكمة بالتنحي عن هذه القضية. هو الحقيقة قرار التنحي كان مفاجئ بالنسبة لنا، لأنه يعني قرار التنحي جاء بدون سبب مفهوم. المحكمة كان بتنظر الثلاث قضايا على مدى سنين طويلة، حتى اللي اتحفظت منها ورجعت يعني للنظر تاني واتفتحت هي قضية السيدة سعاد. المحكمة فضلت على مدى سنة تقريبا بتنظر فيها وبتأجلها بناء على طلبات من محامين الدفاع بالحق المدني أو المحامين المتهمين، إلا أننا فوجئنا امبارح أنه المحكمة هتتنحى عن نظر القضية وتحولها تحيل القضية لمحكمة بني سويف. فحقيقة يعني ده سبب كمان، لأنه بدون سبب واضح سبب أكيد أثر سيء جدا وعلى المتهمين أو على المجني عليهم. أيوه. إنه ما فيش تنفيذ للقانون وفي سنين طويلة ممكن يحصل وقتها نفس الجرائم ونفس روح التعصب موجودة وما يتمش التعامل معاها بأي شكل، لا مجتمعي ولا قانوني. ايوه. في اعتقاد يعني احنا حضرتك كنت موجودة في الجلسة مظبوط؟ مظبوط. ايوه. يعني كنا سمعنا انه كان في يعني جو من الجو كان متوتر وكان هناك مقاطعات كثيرة من جانب الدفاع ضد محامي السيدة سعاد ثابت، مظبوط؟ مظبوط. هو الحقيقة انه عدد المتهمين في القضايا كتير، وبالتالي كمان الدفاع عنهم يعني بيحضر عنهم اكتر من محامي في مقابل محامي واحد هو الدكتور ايهاب رمزي. ايوه. في الثلاث قضايا، وبالتالي شخص وحيد قصاد اكتر من محامي. الحقيقه هم اغلبهم بينتمي لطيارات زي الاخوان وزي السلفيين، وغير المقاطعه اللي هي ممكن تحصل في الجلسات العاديه، الا انه كان في يعني اكتر من تحرش لفظي انه انت ارهابي زيهم او انت كمان هيتم التعرض ليك او كفايه تعصب بقى. كل الكلام صادر من المحامين. انت ارهابي زيهم، الكلمه دي وجهت لمين؟ ايهاب رمزي، الاستاذ ايهاب رمزي. يعني واحد من الدفاع عن المتهمين هو اللي قال كده الاستاذ ايهاب رمزي؟ بالظبط. محامين الدفاع قدام القاضي وجهوا الكلام ده لدكتور ايهاب رمزي. ايوه. دون ان يقابل بالحجم المطلوب على الاقل، لاننا في قاعه المحكمه والناس المفروض تلتزم وتحترم القاعه اللي هي موجوده فيها. ايوه. ده كان احد الاتهامات اللي وجهت للدكتور ايهاب رمزي. بالظبط. تمام. هل كان في اي يعني
يعني تحرش آخر أو اتهامات أخرى لهيئة الدفاع عن سيدة الكرم؟ لا يعني هي الحقيقة مش بتعدد التحرشات، لكنها يعني الجو كله، الجو العام كله سواء خارج المحكمة أو داخل المحكمة، وإنه ما فيش أكتر من حد بيجي يعلن التضامن أو المساندة سواء للمجني عليهم أو لهيئة الدفاع. أي. والمتابعة يعني كان طبعا في حقيقة يعني يلام عليه الجميع، يعني قلة متابعة القضية دي والسماح بتأجيلها، كل ده دون الضغط لمعرفة النتيجة. أي. يعني بيخلي إن الموضوع طبعا يعني ما بيتحركش، وبيخلي الموضوع سيء. في اعتقاد حضرتك ايه التعصب والاجرام اللي موجود يعني؟ ايوه، في اعتقاد حضرتك ايه ممكن يكون رد فعل الاقباط لما يشوفوا قضيه زي دي بيتم التسويف والتلاعب بها، مش بس من اجهزه الامن اللي كانت حاولت تزور محاضر الواقعه، لكن كمان واضح ان القضاء يعني متواطئ مع المعتدين. هو الـ يعني ايا كان الغرض الدافع الحقيقي وراء استشعار الحرج، مش شرط يكون يعني، لكنه في النهايه بيؤدي فعلا للتواطؤ، سواء ان المحكمه خايفه او يعني عندها ميول ما او ايا كان، فادى انها تعلن التنحي او لا. هو كل الحقيقه الامور بتؤدي انه ده تواطؤ، لان المده عدى عليها كتير. الاقباط بعتقد انه بيزداد الغضب، لكن هم عندهم كمان حسابات ثانيه. هم دايما يعني اي حد بيتناول قضايا الطائفيه والعنف الطائفي بيتهم انه ارهابي، هو اللي بيحاول ياثر ويهدم السلام والامن الاجتماعي، وانه القضايا دي مش دلوقتي، احنا عندنا قضايا اكبر. ولانه الكلام ده دايما موجه للاقباط كتير، حتى لو في غضب شديد وحتى لو في احساس بالاستباحه الشديده من المجتمع. أيوة. وعدم توفير اي حمايه باي شكل، يبقى في غضب، لكن لانه في حسابات ثانيه، وهم دايما ملامين سواء سكتوا او اتحركوا، دايما ملامين وبيتم التنكيل بيهم او مساومتهم او يعني طبعا الضغط عليهم عشان يقعدوا في جلسات عرفيه. ايوه ده صحيح، بتسلب حقوقهم تقريبا، فمحدش يقدر يعرف ايه الخطوات اللي ممكن ياخدوها. يعني كمان في احساس بالاحباط شديد بيخلي الناس تتراجع، حتى لو في خطوات ممكن ياخدوها. أيوة. او مسانده، بيحس انه ده الطبيعي وده هيفضل موجود ومفيش حاجه هتحصل. تمام، شاكر جدا لوجودك معانا النهارده وافاداتك المهمة، الأستاذة مريان سيدهم، المحامية وعضو مصريون ضد التمييز الديني. كلام خطير، الاتهامات اللي وجهت من محامي الدفاع عن المتهمين إلى الدكتور إيهاب رمزي في هذه الجلسة. أيضا كان يعني أذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي للوعد اللي قطعه على نفسه، والوعد اللي قاله لسيدة الكرم، واللي قاله أمام العالم كله بأنه هيرجع لها حقها وبالقانون، أيا كان عدد المتهمين والجناة اللي قاموا بمثل هذا الفعل. نشاهد معا هذا الفيديو. على مسألة وقضية خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، هي الإساءة لسيدة مصرية، الإساءة لسيدة مصرية. شوفوا، أنا قلت سيدة مصرية، ما قلت السيدة كذا مصرية، إحنا كلنا واحد، كلنا مصريين، لنا حقوق متساوية وعلينا واجبات متساوية. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، كل سيدات مصر لهم منا كل التقدير والاحترام والإعزاز والمحبة. الكلام ده أنا بقوله لأن هو مش مجاملة لهم،
أنا لما قلت عزيمات مصر كنت أعني هذه الكلمة صحيح، وهم عزيمات مصر. من فضلكم لا يليق، والله لا يليق أبدا إن اللي حصل ده يحصل في مصر أو يتكرر مرة تانية. القانون، القانون والحساب، أي حد هيغلط مهما كان عدده هيتحاسب. فأرجو إن السيدة المصرية يعني ما تاخدش على خاطرها لا هي ولا كل سيدات مصر من الموقف اللي حصل ده، وأرجو إن أنتم تبقوا متأكدين إن إحنا في مصر هنا مرة تانية بنكن لكم كل التقدير والاحترام، ولا نقبل أبدا إن يتكشف سترنا بأي شكل من الأشكال ولأي سبب من الأسباب. فاللي أنا عايز أقوله نقطة نتجاوزها بسرعة، ومحدش أبدا يفرق بين المصريين وبعضهم أبدا، إحنا واحد، كلنا واحد، والقانون اتاخد مجراه، بقول تاني، على أي عدد مادام غلطان كلنا نتحاسب، من أول رئيس الجمهورية لأي حد اللي يغلط يتحاسب. عن هذا الوعد من رئيس الجمهورية وعن قرار المحكمة بالتنحي عن النظر في هذه القضية، معنا في هذا الشأن الدكتور مينا مجدي المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني احب اعرف رايك وعن قرار تنحي المحكمه بعد مرور حوالي تقريبا 3 سنوات الا شهرين 3 في نظرها في هذه القضيه. الحقيقه ان القرار كان صادم امبارح، يعني احنا ما كناش متوقعين اطلاقا ان المحكمه هتتنحى، والسبب عشان استشارها الخرج. لانه في العاده لو القاضي استشار الخرج وده سبب نتيجه ان هو يعرف حد من الخصوم، حد بيبقى فيه مشكله شخصيه مع القاضي، او اذا كان اي يعني في اي مشكله قانونيه، فعاده بيحصل انه المحكمه تستشعر الحرج او تتنحى عن القضيه بعد جلسه جلستين او بعد عده جلسات قليله. لكن انها بعد 3 سنين وخلاص وقت النطق بالحكم والقضيه استوفت كل اجراءاتها، تيجي المحكمه تتنحى والسبب يبقى استشعار الحرج، الحقيقه كان صادم لينا، ومش صادم لينا بس، صادم لكل يعني، واقصد مش لينا يعني الاقضاء بس، لكن اقصد انه كان صادم كمان لكل المجتمع المدني وكل الجمعيات الحقوقيه المصريه. القضيه دي بالذات كانت قضيه كاشفه وقضيه مفتاحيه، لانه حصلت في منطقه اللي هي احنا بنسميها بؤره احداث ثقافيه في المنيا. ده واحد، فالمفروض ان هي تكون محل اهتمام من الدوله بشكل رئيسي. اثنين، القضيه زي ما حضرتك عارف وزي ما انت عرفت قبل كده ان القضيه في الاول تم التغطية عليها، ومع ضغط الحقوقيين وضغط مجموعه من نشط الاقباط ابتدى يتغير طريق سير القضيه، وابتدى الرئيس الجمهوريه زي ما حضرتك عرفت كده يتكلم عن القضيه، واحنا حتى كنا وقتها نظمنا وقت مع دمك التغطيين، وكان المجلس القومي للمرأه اتحرك، وكان مجموعات، وكلنا استبشرنا خير وقلنا انه مع تدخل اطراف عديده زي نقابه المحامين في القاهره والمجالس القوميه للمراه وتعليق رئيس الجمهوريه ان الموضوع هيتغير، وخصوصا ان الرئيس وعد انه ايا كان المخطئ هيتحاسب. واحنا كلنا يعني ما فيش مجال للشك انه حادث حصل قدام جميع الناس، على ما يعني ما حصلش في حته مقفوله، ده حصل على مشهد ومراه من جميع الناس في قلب الشارع، ست تم تعريتها، واحنا يعني والناس عارفه ده حصل، وكل الناس اللي عارفه ده حصل. فانا مش عارف انه القاضي استشعر الحرج لايه؟ هل شك في الحكم ان هو يصدر حكم؟ هل مثلا خايف ان هو يصدر الحكم فيضايق بعض المتصرفين؟ انا ما اعرفش يعني مش عارف الحقيقه، بس الموضوع مش متوقع. يمكن احنا كنا اصدرنا بيان، مش اتحاد الجمعيات، المجتمع المدني في مصر اصدر بيان قوي جدا بيقول ان هو منتظر نتيجه الجلسه، وكان عندنا تطلعات عاليه جدا انه تبقى القضيه دي مفتاح انه تتحل قضايا مش بس الاقباط، ان هي تبقى جزء من المراه المصريه تاخد حقها،
ما تبقاش جزء من الصراع في مصر. يعني نحن انه يحصل خلاف بين المسيحيين والمسلمين فيستخدموا الطرف الاقوى يستخدم الستات عشان يذل الطرف الاقل في العدد، دي كانت حاجه صعبه جدا واهانه للمراه قبل ما تكون اهانه للاقباط، وعشان كده المجالس اتحركت. لكن احنا الحقيقه مش يعني مش عارفين ليه حصل كده. والاكثر الحاجه اللي مضايقاني اكثر انه فين بقى المجالس المجلس القومي للمراه اللي هو الاستاذه مايا مرسي بتقعد بشكل دوري مع هي يعني ده تعليقات بشكل رسمي ان هي بتقعد بشكل رسمي مع في مجلس بتحضر اجتماع مجلس الوزراء كل شهر. طب المجلس القومي والمراه بيحضر اجتماع مجلس الوزراء كل شهر ليه ما كانش في اي تعقيب على اللي حصل؟ ليه قبل الحكم ما اصدر ما اتكلمتوش ما يعني ما طلعتوش حتى بيان تتكلموا فيه عن متابعتكم للقضيه؟ يعني دي قضيه تخص المراه المصريه قبل ما تخص الاقباط. يعني فين المسؤولين في مصر؟ فين المسؤولين؟ يعني هو المجلس القومي للمراه بيعمل ايه؟ يعني هل هو فايدته يعمل حملات التيه المربوطه ومش عارف ايه والاعلانات اللي بنشوفها في الشارع، ولا يبقى ليه شغل على الارض؟ وخصوصا ان هم مع بدايه القضيه ولما اتكلم الرئيس السيسي عن الموضوع قالوا ان هم هيشتغلوا على الموضوع وطلعوا بيانات وبيانات تضامن. طب فينكم بعد 3 سنين؟ يعني احنا مش لاقيين اي حاجه. كمان الحقيقه انه مش لاقيين اي حد من الناس المسؤوله، مش لاقيين حد من البرلمانيين يتكلم عن الموضوع، مش لاقيين حد من المسؤولين. فين نقابه المحامين اللي واحد واثنين وثلاثه اتبرعوا ان هم يحضروا الجلسات ويقدموا دفوع قانونيه؟ ايوه في رايي الناس دي بعد 3 سنين. في راي حضرتك ايه ممكن يكون رد فعل الاقباط بعد صدور هذا القرار، بعد ما شافوا قرار التنحي والدنيا كلها فهمت ان القضاء في المنيا بيتلاعب هو كمان لما بيبقى الموضوع او تبقى الخطوه خطوه انصاف الاقباط؟ هو الاقباط الحقيقه بيزيد شعورهم بالمراره والالم مع كل حدث طائفي ومع الاحداث اللي هي مع الاحكام اللي هي بتبقى صادمه، بدءا من الاحكام القديمه خالص اللي انا ما عاصرتهاش لكن ابائنا يعني عاصروها، مرورا بقى بالاحكام بتاعه الاطفال اللي اتريقوا على داعش فاخدوا 5 سنين سجن والجلسات السلطان العرفيه اللي كانت بتتم الى اخره، وانتهاء بالحادثه الاخيره دي اللي هي بتاعت الست اللي كانت امبارح. الاحداث دي بتزود المراره هذا الاقباط. في مشكله كمان ان احنا بتهز ثقتنا في الدوله المدنيه. أيوة. بتهز ثقتنا في انه ممكن تتحقق المواطنه. ايوه طيب حضرتك تعتقد انه مثل هذا القرار ووضح التلاعب على مستويات كثيره في اجهزه الدوله، وضح التلاعب بقضيه مهمه من قضايا الاقباط، هل تتوقع ان ده يؤثر على الاقباط لما يطلبوا منهم مثلا ان هم يروحوا في الاستفتاء القادم للتعديلات الدستوريه؟ هو زي ما قلت لحضرتك يعني كماله على الفكره اللي انا كنت معرضها ان الاقباط ابتدوا يشعروا او يتاكد لديهم شعور بالمراره والالم، وفي نفس الوقت شعور بغياب المواطنه. اللي كان دافع الاقباط ان هم ينزلوا الاستفتاءات او الانتخابات انه اللي موجودين في السلطه او ان النظام الحالي هيحقق المواطنه. فغياب المواطنه ده هيخلي في انحسار لمشاركه الاقباط طبعا بلا شك، يعني انه عدد الاقباط اللي كان بيشارك قبل كده هيقل بشكل كبير، نتيجه انه التوقعات اللي كانت عندهم ما بقتش موجوده، يعني هم لسه بتشارك عشان حاسه انه في دوله المواطنه ممكن تتحقق. تمام. في حاجه ممكن تتحقق. تمام، متشكر جدا لوجود حضرتك معانا الدكتور مينا مجدي المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو. معنا مره اخرى الدكتور ايهاب رمزي محامي السيده سعاد ثابت. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا سوداني، تحت امرك. اهلا بحضرتك. سمعنا من السيده الاستاذه مريان سيدهم ان كان هناك تحرش لفظي بحضرتك والبعض اتهمك وقال لك انت ارهابي زيهم. بالظبط حصل. حصل الكلام ده من مين؟ حصل من هيئه الدفاع ومحامين الدفاع، لان محامين الدفاع معاهم سلفيين واخوان. ايوه. فحب ان هم يحتكوا بيا واحتكوا بيا قدام المحكمه كمان، يعني مش وطلعوا بره وقعدوا يقولوا انتم متعصبين وانتم متعصبين.
وانتوا يعني كلام بقى يعني مش محبش نسيبه يعني عشان ما نسيبش الرأي العام وما نسيبش النفوس يعني. لما بيقولوا انتوا متعصبين لمجرد ان انت بتدافع عن سيدة الكرم. لمجرد ان احنا بندافع ومنطالب بحقنا فطبعا ده لم يرضيهم، وهم يعني ليهم انتماءات طبعا، المحامين لهم انتماءات. ايوه. وكان اهالي الكرم نفسهم بره في الشارع بره المحكمه، اللي هم نفس اهالي المتهمين، وطبعا برضه تلاقي فيه تحرش كده لفظي وكده، بس يعني احنا برضه ايه بنتجاوز الامور دي كلها علشان ما نقعش في خف اصطدام، يعني فخ اصطدام ده مش عاوزين نقع فيه. ايوه. طيب لما قالوا لحضرتك انت ارهابي زيهم، زي مين؟ يعني هما بيتكلموا يعني زي يعني هما مش زي يعني ما انت يعني احنا بنتكلم على ان احنا ارهابيين يعني. هما كانوا كمان بيسيبوا موضوع نيوزيلندا ودخلوا موضوع نيوزيلندا في الكلام واثروا في الموضوع دوت، فيعني الموضوع دخل باعتبار انه يعني موضوع نيوزيلندا ده ارهابي، فاحنا اصبحنا ارهابيين في نظرهم يعني مش اكتر. لمجرد ان انت بتدافع عن اعتداء ارهابي بالظبط طائفي منهم ضد سيدة الكرم. ايوه بالظبط. وكان ايه رد فعل القاضي؟ فرد القاضي المحكمة حبت تهدي يعني الجو، قالت يا جماعة بلاش الكلام ده، واحنا مش عاوزين الكلام ده يتطرق قدامنا فالمحكمة هدت الأجواء. اللي هو المستشار محمد فوزي. فقال يا جماعة بلاش الكلام ده يتقال قدامنا، ولو سمحت ما يعني ما الكلام ده يعني ما يتقالش في قاعة المحكمة وما يتقالش في كده في على يعني على منصة الدفاع. تمام. فانتوا لو سمحتوا كل واحد يلتزم بس، وده اللي حصل يعني. نحن يعني فانا قلت له انا برضه الارهابي يعني، انت احنا الارهابيين في الاخر، احنا الارهابيين. ايوه بس يعني انا بس انا مش عاوزين ان احنا يعني نتطرق للامور الفرعيه دي، لانه مش عاوزين نتوه القضيه بس. أيوة. مش اكتر، لكن احنا بنتحمل كتير وبنسمع بوداننا كتير وبنتجاوز يعني. ربنا يقويك علشان من ربنا يقويك من يبقى قضيتنا واضحه، ومش عاوزين نخش في امور فرعيه يعني. وهم عاوزيني في الاخر، عاوزيني ان انا اخش في صدام معاهم شخصي، والموضوع يعني يبقى فيه يعني مهاترات، واحنا مش هنوصلهم لكده. تمام. متشكر جدا لمكالمة حضرتك للمرة الثانية الدكتور إيهاب رمزي محامي السيدة سعاد ثابت. ده تفاصيل ما حدث في جلسة الأمس اللي في نهايتها تنحت هيئة المحكمة عن هذه القضية، زي ما ذكرت لحضراتكم أن لسيدة الكرم فضلنا أن هي تمتنع عن الإدلاء بأي أقوال في هذا التوقيت بالذات، لأنه زي ما قلت لحضراتكم هناك العديد من المحامين المتربصين بالأقباط عموما وبها شخصيا، لو قالت أي أقوال أو لو أدلت أي أقوال ممكن بسهولة أي حد أي محامي فاضي راغب في الشهرة أنه يرفع ضدها قضية بحجة التعليق على أحكام القضاء، زي ما عملوا مع نيافة الأنبا أغاسون منذ أيام قليلة. لكن كانت لسيدة الكرم أقوال في السابق لما قضاياها تم حفظها وبعد ما أعيد فتحها مرة أخرى. نشاهد معا هذا الفيديو. مصر اذا كان مش هتدونا حقنا وتعيشونا في امان وحريه طلعونا بره كلنا، مش هنقعد في مصر. اذا كان مصر مش هتقدر تحمينا يطلعونا. بس انا عارفه ومتاكده ومتوقعه في ربنا قبل المخلوق في ناس في مصر حلوه وكويسه
وولاد حلال هيدوني برضو حق ويقفوا جنبي ويرفع عننا الظلم اللي جاء علينا على طول. على كم فرد؟ 6 أفراد 7 عايشين بلقمة باللقمة الحلال، لا سرقة ولا نهب ولا حاجة. وهم سرقوا الله يسامحهم باللي سرقوه وخدوه. الله أنا مش أمدع على حد، أنا ما أقول الله يسامح كل اللي عمل وحش. عمري ما دعيت على حد ولا عمري تقبلت ورفعت ربنا وش ربنا ودعيت على حد. أنا ما أقول لربنا بس تديني أنت حقا، إذا كانت القانون ما ادانيش حقي انت يا ربي تديني حقي، ان ما ادهليش هنا هيديلي في السماء. دي كانت كلمات سيدة الكرم وما زالت متمسكة بها حتى الآن. يعني القضية مرت بخطوات كثيرة، كان أهمها بعد الأحداث بيوم أو بيومين إنه ضباط شرطة في اللي هم اللي قاموا بتحرير المحاضر زوروها بعد عدة ساعات من هذه الاعتداءات منذ حوالي 3 سنوات. ضابط اسمه عصام الخضري رئيس فرع الأمن لجنوب المنيا، الضابط عصام الخضري رئيس فرع الأمن لجنوب المنيا، وعلاء جلال رئيس مباحث أبو قرقاص، ومحمد مصطفى معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص. دول اللي قاموا بتزوير أقوال سيدة الكرم السيدة سعاد ثابت، وقالوا لها إنه كوباية شاي اتدلقت على المحضر الأول وراحوا لها البيت وحاولوا يمضوها على المحضر المزور. يعني سيدة طيبة في منتهى البساطة زي أغلب السيدات الأقباط في قرى وأرياف مصر، سمعت كلامهم ومضت، لكن في النهاية تم كشف واقعة التزوير، وده تم بعدها بتدخل من رئاسة الجمهورية عندما أرسلت 2 من أفراد الأمن اللي تابعوا مراحل التحقيق وكتابة المحاضر والأوراق والتحريات وإجراءات النيابة بعد هذه الاعتداءات. طبعاً بعد ما وجدت المحكمة إن الورق مظبوط، وهنا لما نقول إن الورق مظبوط نرجع لحوادث قديمة لما كان بيحصل ظلم للأقباط في عهد حسني مبارك. كان قداسة البابا شنودة بعد صدور أي حكم ظالم للأقباط بيتساءل أو بيسأل رئيس الجمهورية اللي بدوره بيسأل وزير العدل أو وزير الداخلية، وكان يرد على قداسة البابا شنودة الثالث ويقول له إن الورق جاي مش مظبوط للقاضي، وده اللي اضطروا إن هو يحكم بهذه الأحكام الغير منصفة للأقباط. لكن في هذه الحالة بالنسبة لقضية سيدة الكرم، لأن الورق مظبوط من بدايته والتحريات تمت تحت إشراف واهتمام من وزارة العدل وأجهزة وجهات أخرى، الورق حتى لغاية ما وصل إلى القاضي ورق وصل مظبوط، وبالتالي بقى صعب إن هو يتلاعب بأي حكم ممكن يصدره لأن الورق عنده جه مظبوط، وبالتالي أي حكم هو هيصدره هيكون فيه إدانة لكل المتهمين. طبعا المتهمين اللي عددهم يعني 25 فرد، ودولت اللي قرر النائب العام إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات ألمانيا، نظير إسحاق أحمد، عاطف سيد عبد الحافظ، عبد المنعم إسحاق أحمد، محمد محمود عبد الرحيم، أحمد سيد، أحمد توفيق سيد، صالح عبد الحافظ أحمد، أحمد محمود عبد الرحيم، رمضان محمود عبد الرحيم، عبد الحافظ سيد عبد الحافظ، توفيق عبد الحافظ أحمد، فضل سيد عبد الحافظ، إسحاق أحمد عبد الحافظ، مجاهد صلاح حسن،
مجاهد صلاح حسن، وليد صابر فوزي، أسامة أحمد فؤاد، سلامة عطلة، سلامة عطا سلامة، حجاب أحمد عبد الحافظ، محمد محسن فرغالي، محسن فرغالي محمد، وائل عبد الله توفيق، أحمد فؤاد توفيق، صابر فاروق توفيق، عبد المنعم حسن حسين، محمد فاروق توفيق، وعمرو رجب سلامة. طبعا يعني دولت أسماء المتهمين ال 25 اللي تم اتهامهم في هذه القضية، ويبدو إن على مدى النظر هذه القضية منذ البداية حتى الآن عدينا بمراحل تزوير من جهات الأمن بالتحديد جهاز الشرطة، واللي قلنا أسماءهم منذ قليل ثلاثة للأسف من رتب عليا في محافظة المنيا، الضباط عصام الخضري رئيس فرع الأمن لجنوب المنيا، ده رئيس فرع الأمن لجنوب المنيا كلها، زور محضر لسيدة الكرم، وعلاء جلال رئيس مباحث أبو قرقاص ده أيضا شارك في التزوير، ومحمد مصطفى معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص، دولت التلاتة اللي حاولوا تزوير محضر أقوال سيدة الكرم. حصل أيضا إن هم حطوا بالتعمد إن هم يحطوا اسم واحد ميت من ضمن المتهمين علشان تعطل القضية ويمكن تسقطها فيما بعد، وحطوا اسم واحد مشلول يعني قعيد ما بيقدرش يتحرك، بحاولوا يحطوه وكمان في الاتهام علشان يعطلوا القضية، وبكده يعني يفسدوا القضية بأكتر من حيلة في خطوات كثيرة. أيضا كان هناك خطوة لما نظروا قضية محاكمة ابنها مش مرة، مرتين حكم، مرتين، مرة غيابي ومرة حضوري، وصدر حكم عليه بالسجن سنة، دخل وقضى مدة السجن وخرج، ودي كانت إحدى الخطوات عشان يضغطوا على سيدة الكرم علشان تتنازل عن قضاياها ضد ال 25 دول. آخر خطوة من الخطوات كان قرار التنحي من محكمة جنايات المنيا اللي لقت إنه لا أمل إن سيدة الكرم تتنازل أو تغير رأيها أو تقعد وتعقد جلسة صلح عرفية. الشامخ يئس قدام إرادة سيدة الكرم، الشامخ اللي بيتكلموا عليه واللي بيقولوا أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ده إذا كنتم بتعلقوا على كلام ربنا يبقى أحكام القضاء الغير عادل الغير منصف، أحكام القضاء الظالمة للأقباط لا نستطيع أن نعلق عليها، يعني نظلم وفي حرق وفي اعتداءات ومحاولة قتل أحفادها وتعرية وسحل في الشارع وكل ده، ونيجي في الآخر بعد تزوير محاضر وتعطيل تحريات مباحث وإجراءات قانونية ومماطلة على مدى حوالي 3 سنوات في النظر في هذه القضية، وبعد كده يطلع كلام إنه قضاءنا شامخ ولا تعليق على أحكام القضاء. يعني إيه اللي مطلوب؟ ندفن مطرح ما احنا واقفين، أو نحفر مطرح ما احنا واقفين وندفن نفسنا؟ هل ده اللي مطلوب من الأقباط؟ لكن مثل هذا القرار لن يمر مرور الكرام، مثل هذا القرار وتلاعب القضاء في المنيا بقضية بهذا الحجم في مصر لن يمر مرور الكرام. إذا كنتوا عايزين الأقباط يشاركوا في الحياة السياسية عليكم إن أنتوا في البداية تنصفوا الأقباط، ولا أهم للأقباط داخل مصر وخارجها من هذه القضية، لا توجد أي قضية أهم من هذه القضية في نظر الأقباط داخل مصر وخارجها. وبقورونا بقى مين اللي هيطلع لينادي الأقباط بالمشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بنعم في الاستفتاء القادم للتعديلات الدستورية. إذا كنت تريد أن يشارك الأقباط في الحياة السياسية لصالح أي حد أيا كان، فعليكم في البداية أن تنصفوا الأقباط من هذه الاعتداءات. البعض بيقول إنه لدواعي أمنية،
تم التنحي عن هذه القضية. الدواعي الأمنية إن المنيا فيها سلفيين كتير أو فيها إخوان كتير. إذا كانت الدولة تعلم ذلك عن محافظة المنيا، عملتوا إيه في آخر 5 سنين في هذه الحالة؟ إذا كانت الدولة ورئيس الدولة عبد الفتاح السيسي يعلم أن محافظة المنيا فيها دواعي أمنية تمنع إنصاف الأقباط، وبقالنا من 2014 والدولة عارفة الكلام دوت، عملنا إيه لكي ننهي هذه الدواعي الأمنية اللي بيتحججوا بيها لاستمرار ظلم الأقباط؟ هل قامت الدولة بأي رد فعل أو بأي احتياطات أمنية علشان يسود العدل أو علشان يغيروا الدواعي الأمنية اللي موجودة في محافظة المنيا؟ هل تعتقد الدولة أن إخوان وسلفيين محافظة المنيا سيكونوا الفزاعة الجديدة لأقباط المنيا وللأنبا مكاريوس ولأقباط مصر بصفة عامة؟ هل تعتقد الدولة ذلك؟ هل تعتقد الدولة أن ظلم وقهر أقباط المنيا وسيدة الكرم وقضيتها جزء من هذا الظلم، هل دي الفزاعة الجديدة لأقباط المنيا وللأنبا مكاريوس ولأقباط مصر عموما؟ ده اللي هنشوفه في الأيام القادمة بعد ما يتكشف لنا خطوات وأسرار جديدة في هذه المحاكمة ومحاكمات وقضايا أخرى لأقباط محافظة المنيا. بهذه الكلمات تنتهي حلقة اليوم، ونتقابل يوم الجمعة القادم 9 مساء بتوقيت القاهرة.